السلام عليكم. اليوم راح نقدم محاضرة من محاضرات الصف الثالث من دروس فرص العراق. اليوم راح نتكلم عن المضارع البسيط present simple. شو هي المضارع البسيط؟ هو من اسمه شغلته بسيطة جدا، يتكون من فاعل وفعل. الشغلات الأساسية اللي لازم تركزون عليها بالمضارع البسيط هو الفاعل والفعل. زين شلون؟ عندنا الفعل دوران نخلي له S third person singular S. دورات الفعل يكون مجرد خالي، بمعنى انه خالي من اي اضافة. مثل ايش؟ reads، لكن يكون مجرد read. ايش وقت الفعل يكون بس وايش وقت يكون الفعل مجرد؟ الفعل يكون بس اذا جان الفاعل هي she it او اسم مفرد. مثل ايش اسم مفرد؟ علي، احمد، جاسم، هاشم، جون الى اخره. لكن الفعل يكون مجرد اذا كان الفاعل I, you, we, they او اسم جمع. مثلا people. شلون؟ I go، لكن نقول he goes مو I go، he goes. الشغلة اللي لازم تركزون عليها انه كل زمن في كتاب الصف الثالث المتوسط، كل زمن الى ظرف خاص به. الظرف الخاص بالمضارع البسيط هي كلمة every. بس كلمة every ما تجي واحد. مثلا every day، every week، every month، every year. المهم كلمة every ما تجي واحد. فعندما نلقى كلمة every معنى هذا يدل الزمن على المضارع البسيط. مثال، وتأتي ظروف التكرار اللي أخذناها بالمحاضرة السابقة. زين شلون نستفاد؟ ظروف التكرار شلون نستفاد منها أصلا؟ كالآتي: I watch TV every day. كلمة watch الفعل watch، شو نسوي له؟ أحط له ing؟ لا، أحط له ed؟ أبقي نفسه؟ أحط له s؟ لازم أول مرة نشوف زمن الجملة. زمن الجملة هي بالمضارع البسيط. شن عرفناها بالمضارع البسيط؟ لوجود كلمة every التي تدل على المضارع البسيط. المضارع البسيط يا إما نخلي الفعل بـ s أو نخلي الفعل مجرد. عندي I والI تأخذ فعل مجرد، إذا كلمة watch تبقى نفسها watch. مثال ثاني: سلمى sometimes read. مرة ثانية كلمة read، الفعل read حط لي بين قوسين، شو راح اسوي له؟ احط له ing، احط له s، احط له ed، ابقي نفسه، شو اسوي له؟ نشوف زمن الجملة. زمن الجملة يقول بالمضارع البسيط. شلون؟ بظرف من ظروف التكرار اللي اخذناها بالمحاضرة السابقة. ظروف التكرار تأتي مع المضارع البسيط، الجملة بالمضارع البسيط. إذا كلمة read يا إما أخلي لها S أو تنزل نفسها، فتعتمد على الفاعل. الفاعل سلمى اسم مفرد، فكلمة read خلي لها S، لأن قبنا قاعدة نقول الهي والشي والإت والاسم المفرد، الفعل أخلي له S. اجعل استفهام للمضارع البسيط.
الاستفهام في حالة المضارع البسيط. شلون أسوي استفهام في حالة المضارع البسيط؟ قلنا الفاعل هنا شنو؟ he, I, you, we, they, أو he, she, it. عند الاستفهام نخليه إما do أو does. الدو يمتخليها مع الاي واليو والوي والذي، والداس مع الهي والشي والات. لكن من نخلي الداس نحذف الاس من الفعل. شلون؟ خلنا ناخذ مثال. سلمى opens the door. سوي لي اياها استفهام. Does Selma open the door? مثال ثاني. He closes the book. Does he close the book? علامة استفهام. هاي في حالة استفهام. شكراً.